ارتجت الأرض. تبدل الأمر من حال إلى حال. في طرفة العين من أسباب زلزالي ارتجت الأرض، لبت أمر خالقها، وأصبح الناس في ذعر وولوالي. أضحى الذي يسكن الأبراج شاهقة يقول يا ليتني في ظل طربالي. وبات خلق كثير في شوارعهم توسدوا الأرض بعد المفرش العالي. وبعضهم يطلق الآهات تسمعه بالكاد تحت ركام المنزل البالي. باتوا مع الأهل والآمال تغمرهم، فأصبحوا دون أحباب وأموال. يكسوهم الحزن والأبصار شاخصة، وهالهم منظر ما كان في البال. الله يرسل بالآيات تذكرة لعل من رجعة للغافل القالي. يا قوم عودوا إلى الرحمن واعتبروا من قبل أن تفجأوا بالحادث التالي. توبوا إلى الله من ذنب ومعصية ومن مآثم أقوال وأفعال. فالله يا قوم جبار ومنتقم، كم أهلك الله من قوم ومن آل. لا يخدعنكم حلم الإله بكم، فالله يمهل لكن دون إهمال. لا تأمنوا مكره فالله مقتدر، يقول كن فيكون الأمر في الحال. ألم تروا كيف بات الناس في دعة حتى أفاقوا على رجف وأهوال. عودوا إلى الله، عودوا إلى الله، إن الله يفرحه ما كان من عودة منكم وإقبال. وأنفقوا في سبيل الله طيبة به النفوس بدينار ومثقال. عودوا إلى دينكم، لا تطلبوا بدلا فينزل الله إبدالا بإبدالي.